لا جربها. كنت كندور فراسي انني نوقف، كنت كندور راسي انني نوقف ما نكملش الكورسه، ولكن واحد شفت الجمهور كيشجعني كيصفق عليا، وانني انا كنشوف بنتي ان غادي تسولني غتقول لي شحال درتي يا ماما، وهي اللي كانت كتبان لي قدام عينيا، وكنقاوم البليسور وكنجري وكنقاوم البليسور حتى دخلت المرتبه الثانيه. الناس اللي كنقول بصفه عامه اللي تنقول لهم انهم اي اتليت انه الا وطاح في شي سباق خاصو يكمل الكورسه، واخا انه ما يفوجش انه يدخل كورسه في رجليه، ماشي انه ما ربحش ما يكملش، الا ما ربحش دابا غدا غادي يربح، ولكن سباق غادي يعطيه السباق. انا راه البليسور ورغم ذلك قاومت وكملت، وحده في بلاصتي راه اقسم بالله تتوقف، ولكن الحمد لله. اولا كنشكر المدرب ديالي اللي كيساهم في التدريبات ديالي المستعد العياشي من الجيش الملكي، ومن هذا الاطار كنهدي لي هذا الفوز هذا، لانه هو الصراحه اللي كيوقف معنا واللي كيسهر معنا. وبالنسبه للسباق دازت منافسه شريفه ما بين العداء حجيبه الحسناوي، وكانت منافسه قويه، والحمد لله انني كانت منافسه شرسه من طرف الحجيبه، والحمد لله لسوء الحظ ديالي انني وقع لي بليسور في كيلومتر 7 في ظهري، وحاولت انني نقاوم ذاك البليسور ونكمل السباق، والحمد لله كنحتل بالمرتبه وكملت رغم ذلك، ولكن الحمد لله.